الله يرجعك لي يا امي تتهنى حلم هذا وشي بدل النار بجنة. ولا الله يرجعك لي يا امي تتهنى حلم هذا وشي بدل النار بجنة. كان اتمنى وعلى حجيال عرض يدرنا الوال. لعيون الشيخ عبد الصبار ومية هلل على العين على الراس الشيخ عبد الصبار وهلل. جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد. المواصل وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني. مو مثل الرسائل الراوس والبسدو أول عوف النوم ردي على الموبايل حجي الليل. مو مثل الرسائل يا الشيخ عادل والله ماني عايل يا ابو عبيده والله ماني عايل بس الحبيبه طلعت خوانه. اي هلا باك يا ابن امي هلا با راح زين راح وجابه بابا ده ده ده. والهلا باك حي يا ابن عقيدي هلا باك هي التجربة عريدي عقيدات عيال الابرز حيهم الف سرايا وما خلفوا. والهلا باك يا ابن امي هلا باك هلا باك يا ابن امي هلا باك راح زين راح وجابه بابا اشيوخ رب اشوف هاي العيون. تحية أحلى تحية العيون رجال تحية رجال رجال تحية رجال أبو ليث أبو عبيدة الشيخ عادل الشيخ عادل من أبو ليث الشيخ عبيدة أبو عبيدة الشيخ عادل العقيدات أمية له العيون أبو عبيدة مردودة للشيخ عادل. الشيخ مجيد الرئيس وهله والله حي الرئيس الرؤوس الله حي الرؤوس بس ابو عبيده من الشيخ ابو عبيده ابو غيث وهله. اكيد عيون الاستاذ وعد البستان وميته على العين وعلى الراس. هاي تحية باسم الخال لعيون أبو أسد الطياوي عبد الغفور الحجي الحجي أبو حسن أبو حسن بخيرة. جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد. الموصل وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني. أبو عبد الغفور عبد الغفور أبو عبد الغفور عبد الغفار العقيدات وبعد العقيدات وعلى العين وعلى الراس احلى ابو محمد الحمداني والعيون ابو محمد الحمداني وكل ابو حمدان باسم العقيدات للعقيدات عمي وكل الهلا مردود للشيخ ابو عبيده يعني امير العثمان خليل العثمان ابو عبيده أي الشيخ خليل العثمان أي الشيخ حسين الفتح وبغيابه لعيون العثمان خليل العثمان عثمان وما خلفوا مية هلب الشيوخ والله حيهم شيخ لعيون أحمد أبو عمر الهيب ومية هلب أحلى الهيب وعز الهيب خوت العرجة
هذا منذر الغالي والله يا ابو منذر. حيهم الدباشة وصل وصل الدبج اول كبر وعلينا جلابر ربيناهم بعد ما عد يشرف نمشي وياهم قبر لفهم ولف اللي رباهم ظل بظهري طعنون يا البوساراي يلا الشيخ عادل من صيته الناس تهابوا حتى النام بحضن امه يحسب حسابه بالمراجل يضرب غامي جفعاله والله ونعم من عنده راية وعنوان طق طق ايوه الشيخ ابو غيب ريان السراي ويتلم يلا 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 يا ولد البلع عندكم مش ما ينبح ما يلام صوتي انا الكبرت سممت عظام اسمعني يا البدراني يا الماتلا انت مع عشر كم وحده حسوس ولو جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد الموصل واد حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني أول 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 يلي طبيت الدبجة وطبيت بساع أرفع رجلك يا أيمن طبها بالقاع أنا عقيد وبس لله ترى أركع ابن السرايا معدل راية وعنوان ميتها لاب الغالي جاني زعلان ما عاد يسلم علينا هي البو حمدان شرد سولف يا يما شرد سولف شرد سولف يا ايمن واني فرحان بعرسك انسى دلالي يا ابن عقيدي تحيه بس ما ابو ليث الغالي العيون ابو عبيده من ابو ليث العيون ابو عبيده العريس الغالي ايمن عريس الغالي أمن القصر لعيون أبو عبيدة أمن القصر ورجال القصر من أبو ليث لأبو عبيدة للعريس أي من العريس من أبو ليث لعيون أبو عبيدة ورش رش الشيخ والله يا أهل القصر ومية هلا مردود عمي لعيون أبو ليث من الشيخ ابو عبيده لاهل القصر يعني لاهل القصر ابو سرايا يلا هي ابو سرايا ويا اهله ابو غيث ريان السراوي اهله تبشر خاله تبشر حي ابو عبيده حيو حيو ولا الراس الشيخ حسين الفتح ابو زاهد ومية هلا بس ما ابو عبيدة الشيخ لعيون الشيخ ابو زاهد ويا هلا ده ده
جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد الموصل وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني. أهلا محمود جميع البسرايا جميع الحضور كل الحضور على العين على الراس أمر دودة من الراوس أسرع من البارودة لعيون أبو محمود حمود البدراني أحلى تصوير بالدنيا وأحلى مؤسسة يعني الوسام الوسام اسم وعنوان يعني أحلى قناة الوسام وتسجيلات الوسام وعلى الفيسبوك وكل مكان الوسام يا با دقا 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 لعيون أبو حمودي سعد أبو حمودي خوالك الراشد خالد الراشد الله حي الرواشد أبو لي أبو مصطفى أبو كرم صدام حياهم الله الرواشد وميتهل أبو مروان علي باخرة أبو الحسن باخرة جماعة باخرة على العين وعلى الراس وميتهل يلا حي وميتهل نوح حواليه لعيون شباب المنصورة كيد الرؤوس الله 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 يلا 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 ولي محمرات الشفايف ابو عبيدة من جن خايف الشيخ هاي مردودة من الراشد للعقيدات للعرسان العقيدات شنقلع ابو مروان الورد ابو كرم الغالي ابو لي الراشد شلع امن الراشد للعقيدات لابو العريس احمد فوزي العقيدات شلع والله حي والله اول يا محمرات الشفايف من جن قلبي خايف أبو العريس الغالي وجذير شايف عايب أول شق الثوب وشق الثوب ما ضل صبر عند بنوم أول شق الثوب وشق الثوب ما ضل صبر عند بنوم هذا قرقور الحبوب مبطل ميمن جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد الموصل وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني الشباب المنصور وضحيهم علاء الفردوسي أحمد حاسم العويدي والله حي أبو محمود الغالي والله حي التحية وصاحب التحية شباب المنصور والله حي أبو محمود الوسام اسما وعنوان يا با سجل السامع بويا يلا نزلها على الحالة بعض الناس زبالة أول والواسخ يبقى واسخ لحطب الغزالة هاي باسم أبو محمود العيون الوسام وحل حمود البدراني
يعني تسجيلات الوسام وميه الليل. ونزل راسك بالذات ينموك فوق الوكوات لغنيها وخل تسمع هل العالم قلبي مات. ونزلها عد الجرام اكو عالم مال اعدام. ونزلها عد الجرام اكو عالم مال اعدام. اللي يضم بصحبانه عفطي وابن حرام دق دق دق. اول ميلي على ميالج سمرواني خيالج. اول ميلي على ميالج ابو عبيدة خيالج. اول يا بني من هبالي جدي بعدني خطية. جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد. الموصل وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني. يلا 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 يا والوهنا ما جبنا الهيبة والله بفلوس احنا جبناها خاوة بتكسير الروس. اول واحنا ما جبنا الهيبة والله بفلوس احنا جبناها خاوة بتكسير الروس. الشيخ عادل متعود يدعس ويدوس للرجولة بس اسمه راية وعنوان. الشيخ عادل وما خلص والآن الشيخ يمعود واسأل عني أنا البرز يمصخم لجنني. ابن البرز يمعدل واسأل عني أنا جننت جن وما جنني. الشيخ ابو عبيدة الشيخ ابو عبيدة يعني الشيخ ابو عبيدة اكيد الشيخ ابو عبيدة ومية هلة. الله هيا الشيخ ابو عبيدة ومية هلة. الله هيا الرؤوس الشيخ امر. يلا الله حيك شيخ ثامر على راسي نظامك. الله حي الشيخ ثامر على راسي نظامك. تعجبني يا ابن الناس وانت ورد عامك. جديد جديد من مؤسسة الوسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم كل ما هو جديد. الموصل وادي حجر بإدارة وسام البدراني وحمودي البدراني. أيد اسمع مني نصيحة خذها مني هدية.